خوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انني لاباس الحمد لله. خوتي اليوم جيت نحكي لكم على واحد الموضوع مهم جدا، اللي هو شوفوا خوتي، ملي خرجت الاخبار تاع غويري رايان شرقي، واحد اللاعبين خوتي هما عندهم مستوى كما نقولوا مليح، مستوى عالي هكذا خوتي. وهذو هما اللاعبين، الشعب تاع الشعب الفرنسي كما نقولوا حابهم يكونوا في المنتخب، لاخاطش عارفين كيما نقولوا المستوى اللي عندهم هذو اللاعبين هكذا خوتي. لكن المنتخب الفرنسي وديشون ما استدعاش هذو اللاعبين، وفي كل مره يتجاهلهم، وفي كل مره كيما نقولوا تقدر تقول شغل حطم فيهم. دونك انت لاعب ملي كان 20 سنه وقريب يلحق 24 سنه، مازال ما داش حقه باش يلعب كاس العالم، يلعب كاس ما على باليش، المهم يلعب كيما نقولوا منافسات قاريه هكذا خوتي. كل اللاعبين يحبوا يلعبوا في المنتخبات تاعهم، يحبوا يلعبوا لان تطلع قيمتهم، حتى يقدروا يتالقوا يروحوا النوادي اكبر هكذا خوتي. تما كاين لاعبين من قبل حنا كانت تخرج عليهم الهضره خوتي، ما يصرى عليهم والو، لا ما يقول لك لا هذو اشاعات، لا هذو اكاذيب ولا كذا ولا كذا. غير خرجت على قويري ورايان شرقي وكما نقولوا اوليز، لاعبين ذو مستوى عالي دائما تلقى هكذا، كما كان عوار خوتي فداك بيريا فهذيك المده اللي كان فيها، اللي راحوا رابطه ابطال تشامبيونز ليغ خاوتي وتالق وكذا هكذا، كان مع في ليون، مازالوا في ليون. المهم ثاني ودوكا شوفوا كي غير نقص شويه مستوى، واحد ما قال لك خليه يبدل ما يبدلش، المهم هكذا خاوتي. تما انتم واش تفهموا هنايا باللي كما قلت لكم الشعب الفرنسي هذو لي جوار هذو راهو حابهم، لكن كما نقولوا اصولهم الجزائريه وفيها دخله امور بزاف افارقه منا، ما عيطلهمش المنتخب الفرنسي كما قلت لكم وتجاهلهم. وكي تدخلوا خاصة ماشي غير عندي خوتي، ماشي غير في القناة تاعي، بزاف قنوات تلقاوهم يعلقوا يديروا تعليقات باللغة الفرنسية ويقول لك هادو أكاذيب وإشاعات ومنا، وهادو حابين يلعبوا مع فرنسا ومنا هكذا خوتي. وهما على بالهم بلي ماشي أكاذيب، هما ما مش حابين يصدقوا كما نقولوا، ما مش حابين. هي دوك نقول لكم خوتي، كيما أنت جزائري وتخاف على المستقبل تاع المنتخب تاعك، هما ثاني خافوا على المستقبل تاع المنتخب تاعهم، خاصة وزادوا راحت لهم كأس العالم هذيا وشافوا المستوى تاع اللاعبين هذوما، تما على بالي يقول لك يخافوا خاوتي يدوهم. كيما قلت لكم المره اللي فاتت يخليهم هكذاك وما تديهمش، انت تستفاد منهم وتولي تنافس به وتنافس هكذا خاوتي. تما هذوما اللي راهم يقولوا اكاذيب ومنا، هذوما اكثريتهم يا حركه هكذا خاوتي، هم كيما يقولوا الجزائريين عايشين في فرنسا وما يحبوش الجزائر، يحبوا فرنسا، ولا فرنسيين تلقاهم يعلقوا بالفرنسية كيدخلوا هما باينه خاوتي، هما كيما حنا، هما ثاني عندهم يوتيوب يدخل يشوف كذا منا، راح تقول لي كيفاش يفهموا بالعربية خاوتي. هو ويحبط في اليوتيوب غير يشوف يشوفوا اسمه التصويره تاع قويري ولا تاع رايان شرقي منا، يدخل يدير ترجمه ما على باليش يسقسي هكذا خاوتي. وكيما قلت لكم راهو ماركي وتلقاو غير على لي جوار هذوما اللي ما عندهم مستوى عالي، شغل ما حبوهاش خاوتي، والله ما حبوها، خاصه كيما حكينا في فيديو سابق على واش صرا عندهم، زاد ما داوش كاس العالم، زاد الحمله للاعبي الافارقه، زاد زيدان محكمش هما تاكلين، كانوا تاكلين جي زيدان على بالو بلي كيما نقولوا ما يحقرش هذو لي جوار يجيبهم منا. المهم خاوتي ان شاء الله راكم تكونوا فهمتوني، هكذا ماشي كي تدخلوا تقراوا يقول لكم اكاذيب ومنا تلقاهم فرونسي شغل يخلعوا على حاجه كبيره ولا ما على باليش، ما كاين والو خاوتي، هذو اكثريتهم حركه خاوتي، اسمحوا لي على الكلمه هذه كيما نقولوا واحد ما يلفظهاش كاع في لسانو هكذا خاوتي. ولا كيما قلت لكم فرنسيين يدخلوا في اليوتيوب هم يشوفوا التصويره تاع عوار ولا الشرقي ولا المهم اللاعبين اللي يحبوهم، يبدا يقول لك اكاذيب ومنا ومنا ومنا. سما خاوتي ماشي غير انا كيما نقولوا لازم كاع نتحدوا، ماشي غير انا نرد لهم خاوتي، راني نرد لهم وبالفرنسيه باش يفهموا مليح، وانا نقول لهم بلي انتوما كيما نقولوا ماكمش حبيتوش تصدقوا، انتوما على بالكم بلي هادو اللاعبين المنتخب تاعكم ما حبش يلعبهم، وما راح ان شاء الله راح يجوا يلعبوا مع المنتخب الجزائري. خاطر شوفوا خاوتي، كان واحد زعما تجي من واحد جزائري يقدر يشوف زعما يقول لك باللي زعما اللاعب فلاني راح يمثل ان شاء الله الجزائر وكذا وكذا، يقدر يشوف يقول لك يقدر واش يقدر يقول هذا ما عندوش مستوى، مستوى ناقص ان شاء الله ما فاهم،
يقدر يقول هكا بصح ما يقولش لا لا ومن جيش ماكش اللي ما يحبش الخير للبلاد وخاوتي ماكش اللي ما يحبش لاعب كيما هذا كلهم طراز عالي نجيبوه خاصه احنا في المراكز ورانا في كيما نقولوا في مرحله حابين نجدو حابين نقدا هكذا خاوتي ان شاء الله تكونوا فهمتوني تما هذوما لم يهضروا كيما قلت لكم هكذا خاوتي نتوما ثاني راكم تعرفوا في التعليقات وما تنساوش خاوتي تدعيم القناه والاعجاب خاوتي الاعجاب الاعجاب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.